مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية السودان هذا المساء من قناة الشروق. نبدأه بالعناوين. حمدوك يجري مباحثات مع الرئيس إدريس ديبي بالعاصمة التشادية جمينة. الولايات الشمالية تكشف عن ظهور حالات لمرض البلهارسية بمحلية البرجيج. مشروع التمكين الاقتصادي ينعش الحركة التجارية بولاية شمال كردفان. أهلا بكم مشاهدين. عقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لقاء مع الرئيس التشادي إدريس ديبي من جنبين تناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. ويجري حمدوك خلال زيارته الرسمية لدولة تشاد لقاءات مع مسؤول الغرفة التجارية ورجال الأعمال ورابطة الصداقة البرلمانية السودانية التشادية، كما يلتقي الوزراء المرافقون له بنظرائهم التشاديين. وفي ختام اللقاءات يصدر الجانبان بيانا مشتركا. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وصل إلى العاصمة التشادية جمينة في زيارة رسمية لدولة تشاد، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء. دفع ارتفاع معدلات الإصابة بمرض سرطان الثدي بولاية كسل المنظمة الأمريكية الإفريقية لصحة المرأة إلى تخصيص دعم أكبر للمرضى بالولاية. وأعلنت مسؤولة المنظمة بالسودان حنان صلاح خلال لقائها بولي كسل المكلف محمود همت عن تأسيس مركز متخصص لمرضى السرطان لتقديم خدمات علاجية للمرضى بالولاية وما جاورها. وكانت المنظمة الأمريكية الإفريقية لصحة المرأة أجرت مسوحات للتعرف على حالات مرض سرطان الثدي، وكشفت المسوحات عن ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض وسط النساء. وقالت مسؤولة المنظمة بالسودان إن عددا كبيرا من الأطباء في مختلف التخصصات بالمنظمات والجامعات الأمريكية أبدوا رغبتهم في التعاون مع المنظمة الأمريكية الإفريقية لصحة المرأة لتركيز الجهود الوطنية الدولية للقضاء على مرض سرطان الثدي بولاية كسلة والجهات المستهدفة بالسودان. جيتنا الفاتت حسينا بأنه في عدد كبير من النساء، النسبة عالية جدا لسرطان الثدي وعمق الرحم، فكنا عملنا لهم كشف خاص وعملنا طبعا ريسيرش اللي هو بحوث للمرض في المنطقة، ومشينا تاني تكلمنا مع جامعات هناك مستشفيات أمريكية، وبالأخص كانت جات معانا مستشفى هوارد هي بتدعم المنظمة، فقرروا بأنه نحن ندعم كسلة بالأخص لسرطان الثدي أكثر حاجة. فنحن عندنا تيم كبير ما شاء الله عليهم، كلهم عندهم الرغبة بأنه يجوا ويشتغلوا في كسلة. وقالت مسؤولة المنظمة الأمريكية الإفريقية لصحة المرأة بالسودان حنان صلاح إن تطورات الأوضاع في السودان أدت إلى تضاعف الجهود الوطنية والدولية لزيادة نسبة الدعم المخصص لمرضى سرطان الثدي بالبلاد. وكشفت أن الدعم يشمل أجهزة ومعينات طبية حديثة، سيكون لولاية كسل النصيب الأكبر منها، ذلك نسبة لارتفاع معدلات الإصابة بمرض سرطان الثدي. في الفترة دي طبعا الدعم كان تقيل شديد جدا جدا، لأنه طبعا التغيرات اللي حصلت للسودان والاحتياجات، مشينا لكمية من المنظمات في أمريكا دعمونا من عدة من كثير من المعدات للسودان، والحمد لله شحننا كمية من المعدات والمعدات اللي هو الأجهزة والمعدات الطبية. طبعا كسلة عندها احتياجات كثيرة بالذات للآي سي يو، حنقدر نوفر لها أكبر كمية تقدر تغطي المناطق. أعلنت السلطات الصحية بمحلية البرجيج بالولايات الشمالية عن ظهور حالات لمرض بلهارسيا وسط طلاب المدارس بالمحلية. وأكدت مديرة الوبائيات بمحلية البرجيج سناء سليمان تسجيل 43 حالة اشتباه بالمرض، مشيرة إلى أن إدارتها سجلت 24 حالة وضعت ضمن قائمة الوبائيات نظرا لخلو تاريخ المنطقة من مرض البلهارسيا. وقالت إن السلطات الصحية استنفرت الجهود لمحاصرة المرض الذي ينتشر في منطقة مشروع البرجيج،
مؤكدة أنهم تعاملوا مع الحالات المسجلة بكل وعي وإدراك، حيث تم تخصيص عدد من المراكز الصحية والمستشفيات بغرض تقصي ومتابعة وفحص المرض ثم توفير العلاج، مؤكدة حالة التأهب القصوى لمجابهة أي ظهور لأي حالات جديدة. التبليغ كان بعدد 43 طالب حالات مشتبهة، وجبناهم المستشفى وفحصنا لهم، وتم التأكيد المعملي لعدد 24 حالة، ده في اليوم الأول اللي هو يوم الخميس الماضي، والحمد لله وقفنا على الحالات دي وأديناها العلاج. 24 حالة أخذت العلاج إلى الآن. بعد ذاك بدينا الترتيبات، الفحص الأول كان في المستشفى نسبة لضيق الزمن وإنه ما نعمل إزعاج للمواطن في الفترة الصباحية. الفحص مع فحص الطلبة يعني العدد كبير مع المواطن ده بيعمل لنا مشكلة، عشان كده قمنا عملنا تنسيق. نحن في إدارة الشؤون الصحية عندنا معامل جاهزة ومراكز صحية تابعة لنا، من ضمنها مركز الشهيد سعيد خيري. حقق مشروع التمكين الاقتصادي وتحسين سبل كسب العيش نتائج إيجابية في تحسين سبل كسب العيش للمجتمعات المستهدفة بشمال كردفان. وأكدت منسقة المشروع بشمال كردفان درية النور خلال ورشة استعراض نتائج المشروع بالأبيض، أكدت تكوين 17 جمعية إنتاجية بالولاية تم تمويلها وتدريبها على استخدام وسائل الإنتاج الزراعي والحيواني والتسويق وسلاسل القيم المضافة والادخار والتسليف. وقالت إن مشروع التمكين الاقتصادي وتحسين سبل كسب العيش ركز على تمويل الأسر التي تعولها النساء، وذلك لضعفها وهشاشتها، إضافة إلى تنفيذ الحزم الإرشادية للأسر المنتجة وتنويع مصادر الدخل، مشيرة إلى النتائج الإيجابية التي حققها المشروع في تحسين زيادة نسب كسب العيش للمجتمعات وتوفير فرص التسويق الجماعي للمنتجات وربطهم بشركات بيع المنتجات، مما عظم العائد المادي للأسر وإنعاش الحركة التجارية بشمال كردفان. عملنا جلسات إرشادية للحزم التقنية المختلفة في مجال الإرشاد الزراعي، ابتداء من اختيار الأرض وبعد ذاك التقاوي المحسنة والمعفرات ومعقمات البذور والمبيدات المختلفة لحد عملية الحصاد وكيف التخزين والتسويق. وفعلا الناس استفادوا من هذا المشروع في إنهم بدوا يغيروا في نمط حياتهم لإنهم يسوقوا في مجموعات، ودي الحاجة المستهدفة. وبرضو ربطناهم بالشركات لتسويق منتجاتهم مباشرة للشركات. والأهم من كده إنه في كثير من الناس يعني نجحوا في مشاريعهم من مبالغ بسيطة وصلوا لمبالغ أكبر، من 5000 الناس وصلوا رأس مالهم لأكثر من 100,000. أكد تجمع المهنيين بوسط دارفور أن الوفد الذي التقى برئيس الوزراء عبد الله حمدوك لا يمثل ولاية وسط دارفور. ووصف رئيس تجمع المهنيين بوسط دارفور إبراهيم محمد حماد خلال مؤتمر صحفي بزالنجي، وصف الوفد بالانتهازيين حسب قوله، والذين قال إنهم سرقوا ثورة الشعب ونضالاته من أجل الحرية والسلام والعدالة. وكشف عن الوفد الرسمي الذي يمثل ولاية وسط دارفور غادر الولاية في طريقه إلى الخرطوم لإجراء مقابلات رسمية مع الحكومة الانتقالية. إحنا في ولاية وسط دارفور هؤلاء مبسلون، ونفس الأزمة الموجودة عندكم كتجمع مهنيين في ولاية غرب دارفور ديل الناس الموجودين، وولاية جنوب دارفور وضعوا أستاذ إسماعيل الأمين العام لتجمع المهنيين وضعوا الحاصل ديل مبمسل وسط دارفور. فالحمد لله سواء كان الصحفيين أو ناس الفاشر وضح لهم الناس ديل انتهازيين وشقالين شنو. ومن جانبه طالب الناطق باسم تجمع المهنيين عبد الله عمر الحكومة الانتقالية بعدم التعامل مع قائمة الترشيحات لمنصب الوالي التي رفعتها المجموعة التي قال لا تمثل الولاية. يذكر أن ولاية وسط دارفور تشهد انشقاقات كبيرة وسط مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير. أي زول مشى مثل تجمع المهنيين أو القحط بوسط دارفور ورشه مرشح ما، نحن كتجمع المهنيين بوسط دارفور نرفض جملة وتفصيلا أي مرشح
تم ترشيحه من قبل القحط، أي الذين أطلقوا لأنفسهم بالقحط. أعلنت نقابة المحامين السودانيين رفضها للقرار الذي اتخذته الحكومة الانتقالية والقاضي بحل نقابة المحامين. وقال نقيب المحامين عثمان الشريف إن قرار حل النقابة يعد خرقا للدستور. وأوضح خلال مؤتمر صحفي بدار المحامين أن النقابة ستناهض القرار بشتى السبل القانونية، مشيرا إلى أنها ستقدم طعنا دستوريا لدى المحكمة ضد القرار الذي يعد انتهاكا للمهنة. وقال إن النقابة وحفاظا على حقوق المحامين ستسلم لجنة التسيير على الرغم من اعترافها بشرعية اللجنة. نقول للجميع، نحن نقابة شرعية وسنستمر نقابة شرعية، لأننا لا نعترف بهذا الحل. أرجو أن يؤخذ كلامي كل لا يجزأ، نحن لا نسلم لا نعترف بأن الحل صحيح، بالتالي نتمسك بهذه الشرعية. هذه الشرعية نحن نتمسكين بها، والأروقة الدولية والمحافل الدولية تعرف ذلك تماما، وأننا سنقاوم هذا القرار بكل الطرق القانونية والمشروعة، ولكننا حتى لا نعرض حقوق المحامين التي تقوم بها النقابة إلى الخطر والضياع أو التأجيل إلى متاهات، نحن على استعداد أن نسلم للجنة التسيير مع عدم احترافها، وما نعترف بلجنة التسيير ولا نعترف بأي جمعية عمومية يجيبوها ويقولوا انتخبت نقابة. استمرت حكومة غرب كردفان النهج الذي اختطته وزارة التربية والتوجيه في النهوض بالعملية التعليمية وإشراك أهل المصلحة بالولاية. وقال مدير وزارة التربية والتوجيه بغرب كردفان أبو بكر محمد في ملتقى تفاكري حول مستقبل التعليم بغرب كردفان إن الملتقى يعد تتويجا لملتقيات عديدة انعقدت على مستوى المحليات لمناقشة قضية التعليم والتحديات التي تواجهه في المحاور المختلفة. وأشار إلى أن هذه الملتقيات من شأنها توفير قاعدة بيانات مهمة تسهم في الارتقاء بالتعليم في البلاد. التعليم هو أساس التنمية، يعني بدون تعليم نحن ما بتكون عندنا التنمية، وبدون تعليم ما بيكون يعني عندنا أمة متماسكة. ونحن في هذه الولاية، في ولاية غرب كردفان، ولاية غنية بمواردها الاقتصادية ومواردها أيضا البشرية، لكن نحن نعاني من النزاعات والصراعات القبلية، وهذه الصراعات نحن لا نحاربها إلا بالتعليم. كما ذكر الأستاذ، هذه الورش بدأت from bottom up، فلذلك المشاركة فيها كانت واسعة، وأنا أتمنى لهذه الورشة أن تناقش التوصيات التي تم تصعيدها من المحليات إلى الولاية نقاش جاد ومثمر، حتى نشارك في صياغة إصلاح التعليم في السودان كله وإصلاح المناهج تحديدا. وفي السياق قال أمين حكومة غرب كردفان سليمان الجاك إن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأشاد بالمشاركة المجتمعية الواسعة في ملتقيات التعليم القاعدية، كما أعرب عن أمله في أن تخرج هذه الملتقيات بتوصيات بناءة تصب في مصلحة التعليم. عقد اليوم برئاسة الولاية الفولة الملتقى التفاكري حول مستقبل التعليم اللي أقامته وزارة التربية والتوجيه بالولاية مع أصحاب المصلحة، والحمد لله ده كان تتويج لملتقيات عديدة جدا أقيمت على مستوى المحليات، وشاركوا فيها أصحاب المصلحة المعنيين بقضية التعليم. وكما نعلم قطاع التعليم تضرر كثيرا، وبنفتكر أنه مثل هذه الملتقيات هي كفيلة بأنه الناس يصلوا بها إلى توصيات وإلى أفكار حقيقية يمكن أن تزيد من تقوية التعليم.
وتضع في مساره الصحيح. احتفلت الطريقة السمانية الطيبية بأم الرحي شمال أم درمان بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم والذكرى السنوية للشيخ نور الدايم ابن الشيخ أحمد الطيب ابن البشير شيخ الطريقة السمانية بالسودان ومصر. وقال محمد شريف ود نور الدايم إن الاحتفال يأتي والبلاد تتنسم عبير مرحلة جديدة تسودها الشورى والديمقراطية، داعيا لتسريع إنجاز السلام العادل الشامل الذي يجنب البلاد مخاطر الانزلاق، مؤكدا دعمهم ومساندتهم للحكومة الانتقالية وجهودها في تحقيق مطالب الثورة.